برضه نقول لحضراتكم بعض الاخبار السريعه على يعني على الشكل الدولي. هنبدا بريال مدريد. الحقيقه كان بعض الاخبار اللي طلعت ان انشيلوتي طلع قال هم مش هيشاركوا في كاس العالم للانديه. يعني انشيلوتي كان بيقول ان لا، احنا كنا بنلعب مباراه واحده، كنا بناخد 20 مليون دولار والفيفا بتجبرنا ان احنا نلعب مسابقه كامله وبناخد نفس الرقم. يعني قال انشيلوتي طبعا المدير الفني للريال بيقول هو خلاص، هو مش ما كانش عايز، او هو اتفهم من تصريحاته انه مش هيشارك في كاس العالم للانديه. لكن النهارده الحقيقه في بيان رسمي ريال مدريد بياكد المشاركه في كاس العالم للانديه. يعني ده بياكده على حساب النادي الرسمي بعد الجدل الكبير الحقيقه اللي يمكن بعد تصريحات انشيلوتي. هو انشيلوتي اتكلم على جزئين، جزء بيخص الحالة المادية، ان بيقول لك احنا في كاس العالم او على النظام القديم كنا بنلعب يمكن مباراة او مباراتين بناخد 20 مليون دولار او ما يوازي هذا الرقم، لكن دلوقتي في النظام الجديد عدد المباريات هتزيد بنفس الرقم، وده على المستوى المالي وعلى المستوى الاجهاد اللاعبين. يقول لك طبعا هذا الموسم القادم بالنسبة لريال مدريد هيكون موسم صعب جدا بوجود كاس العالم بنظامه الجديد، عدد المباريات هيكون اكتر، الاجهاد وعمليه ان اللعيب حضراتكم عارفين طبعا كمان في اليورو كمان هيبدا يمكن السبت اللي جاي. فبيقول ان العامل البدني وعدم الخوف على اللعيبه بشكل او باخر كان الناس خدته خلاص ان ريال مدريد خارج كاس العالم الانديه. لكن زي ما بقول لحضراتكم من ساعات قليله اصدر بيان رسمي من ريال مدريد بيقول ان ريال مدريد هيشارك في كاس العالم للانديه. وزي ما بقول لحضراتكم ده يعني الموسم اللي جاي هيشارك طبعا نادينا العظيم النادي الاهلي كما هو مقرر في طبعا المسابقه الرسميه اللي هياخدها ان شاء الله خلال كاس العالم. هنحاول، وطبعا النادي الاهلي بيستعد بشكل كبير جدا لهذه النسخه من كاس العالم بشكلها الجديد، لان الحقيقه يعني لو هتبص لل 32 فرقة الموجودين أسماء كبيرة جدا جدا على مستوى الأندية، وبالتالي هتكون بطولة خاصة. يعني كاس عالم فعلا بمنظوم أو بمعنى كاس العالم فعلا، لأن في عدد كبير من الأندية في التوب ليفل، والنادي الأهلي أكيد من ضمن هذه الأندية إن شاء الله ربنا يوفقه. في سياق آخر كمان تحدث يعني المدير الفني للريال زي ما قلنا لحضراتكم عن توني كروز، طبعا النجم اللي اعلن اعتزاله بعد انتهاء مشاركته في بطوله اللي هينهي مشواره الكروي بعد اشتراكه مع منتخب المانيا في يورو 2024 اللي هتستضيفها طبعا المانيا. وقال انشيلوتي ان هو تحدث مع توني كروز بالفعل، وقال له اذا غير رايه في الاشهر المقبله فان طبعا مكالمه هاتفيه واحده تكفي لنبدا العمل من جديد. طبعا بعض التصريحات لكارلوس انشيلوتي، طبعا حضراتكم عارفين توج طبعا توني كروز ببطوله اوروبا تشامبيونز ليج رقم 15 للريال، واعلن حقيقه او اعلن خلاص اعتزاله كره القدم بانتهاء اليورو او بانتهاء مشاركه توني كروز مع المنتخب الالماني في اليورو 24 اللي هتبدا يوم السبت في المانيا. خلاص انتهى الشوط الاول ما بين غينيا بيساو ومنتخب مصر بتقدم منتخب غينيا بيساو بنتيجه 1-0. ان شاء الله نرجع للمباراه لان النتيجه مش حلوه الحقيقه، يعني بعد الفوز المهم جدا على بوركينا مش عايزين نخش في حسبه بيرما. زي ما بقول لحضراتكم منتخب مصر عنده 9 نقاط، منتخب غينيا بيساو عنده بالفوز دوت لا قدر الله وكمل هيكون عنده 8 نقاط، وبالتالي المسافات بتقل. فان شاء الله منتخبنا قادر الحقيقه قادر ان شاء الله الشوط الثاني ان احنا نرجع للمباراه ونفوز بهذه المباراه. طيب عندنا خبر ثاني.